جميعا بحلقه اليوم كثير حلوه عنوانها اللحمه المفرومه، دائما مع شيف شادي مع العشرة على العشرة ومع باتو كيتشن. يلا انا عندي هون لحمه مفرومه حوالي 300-400 جرام، عندي من الزيتون الاخضر انا كمان، عندي من البصل كمان اللي انا فارمه ناعم، عندي من البقدونس، عندي من رب البندوره، اوكي، وعندي كمان من البيض، عندنا كمان شوي صغيره من المرقة كمان اللحمه. خلينا نشوف اول شغله كيف بدنا نعمل عجينه هالكفته يلي بدنا نحشيها. انا عندي هون اللحمه المفرومه، والطريقه منجيب هالزيتونات الخضر او السود، يلا يا شيف شادي، كمان البقدونسات حلوين والبصل المفروم كلهم سوا هيك، منزيد عليهم هلا من الملح والفلفل عادي، ملح كمان، فلفل كمان، فلفل احمر حار او بابريكا حلوه او بابريكا حاره يعني مثل ما بدكم كمان، وراح احط شوي صغيره من الكمون، واخر شيء هي عم تغلي الصلصه راح احط لها حسب الرغبه والطلب، راح تلاقوها مكتوبه قدامكم هو الزعفران اذا حدا بده. يلا بسرعه يا شيف شادي نخلط هالعجينه كلها سوا اللي صارت كامله معنا، ونعملها ناعمه. صار عندنا هالخلطه تبع هالكفته انا عندي اياها هلا اليوم صارت جاهزه، نشيلها كلها سوا. يا سلام، راح نغيب عنكم انا يمكن ثواني بس، وبالحقيقه انا راح غيب ساعه، اوكي، على قد ساعه تيكونوا بردوا شوي صغيره، وبهالوقت شو بعمل؟ بكون سلقت البيضات اللي عندي، اوكي، وفرمته الناعم لانه بدي احشي اليوم هالخليط اللحمه المفرومه بالزيتون والبقدونس بالبيض المفروم. مثل ما شايفين انا بلشت كمان من اللحمه بعد ساعه، لا بالنسبه لكم مرقوا بضع ثواني قدامكم بس الحقيقه مرقت اكثر من ساعه. اللحمه جمدت مزبوط بالبرات، طلعناها لبرا بلشنا نصنع فيها كمان هلا، وعم بحشيها بالبيض المسلوق المفروم. هون شو عملت؟ حطيت من رب البندوره يعني معجون طماطم يعني الصلصه مع شوي صغيره من المي، عم بغليهم على نار خفيفه. اما هون عملت 6-7-8 حبات من البول. يلا سوا نعمل كم حبه من الكريات اللحمه المحشيين كمان من البيض المسلوق المفروم. شوية مي على ايدنا، يلا يلا ناخذ منها اللحم بهالطريقة كأنه عم نعمل نحن كمان من الكبيت. طلعوا شفتوا مرها بايدنا، نعمل الفجوة اللي بدنا اياها. طلعوا هين كتير في أيام منا، رح اعملكم هيك كمان اثنين على مهلي. طلعوا شو حلوين ليكوا الفجوة، هيدي الفجوة نحن فينا نروح ناخذ البيض بهالطريقة هيك جوا 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 يا شيف شادي، وإذا كنا بعدنا مبتدئين صغار ليكوا هم ليكوا شو فينا نعمل، لزقهم بهالطريقة. طلعوا يعني فيني انا اقدمها بهالطريقة اذا بدي. طلعوا شكله شو حلو، اوكي، كما انه فيني كمان ارجع اعملها بول. هلا قديش بدنا نقعد ننطر؟ مثلا نقول 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق بيكونوا استويوا معي. انا كمان رح ضفلهم هلا الصلصة عليهم بعد شوي صغيرة، وعندي انا هون صاروا هالكريات الحلوين بالصلصة، فينا نعملهم صلصة بيضة. إذا حدا عمل بشمال بالبيت وعملتوا هالكريات اللحم المحشيين البيض المسلوق أو محشيين شو ما بدكم، جبنة مثلا، أعطينا فكرة كتير حلوة اللي بدكم إياه، ليكوا شو حلوين صاروا جاهزين. هلا أنا بس بينقصني بس شغلة واحدة قلت عنها قبل بدي أعملها، هي جيب أنا شعيرات الزعفران، أعطي طعمة الزعفران إذا جاية على بالي، آخذ شوي صغيرة وشو هالريحة معقولة. طلعوا كيف بهالطريقة أنا بعطي، صحيح مش عم بعطي لون بس هو الزعفران المزبوط مش بس بيعطي لون. وهلا انا رح بلش عندي هالاطباق الصغيره الحلوين هون، رح بلش فيهم هيك، كل طبق رح احاول احط فيه 5 قطع بيطلعوا كمان حلوين. بناخذ من البيض المسلوق حط عليهم ملعقه بالنص، رح اخذ من الترونشات الحلوين من البرتقال،